هنطلع كده نشوف المصيدة بتاعتنا صارت حاجة ولا لأ. يبقى ده مع العرسة الرابعة على التوالي اهيت، تمام زي ما انتوا شايفين. ما بتهزرش المصيدة الكهرباء، ما بتهزرش، ما فيش حاجة اسمها عرسة تيجي هنا وتطلع حية. الداخل مفقود والخارج مولود يا جدعان، عرسة ناشفة خالص يعني. عشان يا جماعة الناس اللي بتقولك لا ده المصيدة الكهربائية ما بتعملش حاجة، المصيدة الكهربائية يا جماعة رابع عرسة نصطادها.